السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله البنات كامل تكونوا بخير. الزول في اللون اسما، ان شاء الله فيديو تاعي تاع اليوم يلقيكم بخير وعلى خير حبيباتي. فيديو لنا اليوم حبيبتي الغاليات، رايحه نديروا مع بعض حلوه الشهده اللي طلبتوها مني بكثره، اللي درتها في ختانه وليدي. هذه الحلوه بزاف بزاف بنينه وراقيه وشابه، يعني تجيكم معسله ما شاء الله، معسله حتى الداخل، يعني ما من الحشوه تاعها راح يكون معسل ما شاء الله، بزاف بزاف بنينه. بلا ما نطول عليكم حبيبتي، رايحه نروحوا لطريقه التحضير والمقادير لهذه الحلوه. المقادير وصفت لنا اليوم حبيباتي، راح نسحقوا الفارينة. انا كما راكم تشوفوا خديت كيلو نص تاع الفارينة لانه درتها في ختنة وليدي، وانتم تقدروا تقلوا المقادير، يعني تقدروا تديروا 3 كيلات، يعني 3 كيلات تقدروا تديروا كاس ولا بول ولا طبسي اللي حبيتوه. انا كما قلت لكم درتو الختانة، دونك درت انا كيلو نص، كل نص تاع الفارينة ياخد لكم كيلة. هنا راني نغرب 3 كيلات فارينة، فوالا كيما راكم تشوفوا لازم نغربلوه باش هكذا تتهوى الفارينة تاعنا بهذه الطريقة. وانتوما كيما قلت لكم ديروا 3 كيلات فوالا. من بعد رايحه نزيدو البنات، نزيدو لافاني، يعني لافاني لحسب الذوق. انا درت زوج مغارف صغار معمرين، نتوما تقدروا ديروا حتى 3، يعني باش تعطيلو الذوق تاع لافاني. وعندي رشه تاع الملح، وعندي باكي تاع الخميره. هنا في كيلو نص تاع الفارينه درت باكي خميره، وانتوما ولا درتو 3 كيسان مثلا، ديروا 3 كيسان تاع الفارينه تقدروا ديروا من غير فار خميره، يعني ما ديروش باكي، لانه من بعد كي تنقشوا هذيك الحلوه لو كان تزيدوا الخميره بزياده رايحه يتنحلكم كامل هذاك النقش، ما تصلحش معكم. هذه يعني كنقطه مهمه ديروها. انا عندي بزاف، يعني عندي كيلو نص تاع الفارينه على هذه درت باكي، وانتوما ولا درتو بالكيله صغيره تنقصوا، يعني ديروا مغير فا حتى مغير فا وشويه تاع الخميره، يعني ما تزيدوش كتر من هكذا. هنا زدت كيما راكم تشوفوا الخميره ديالي، رشه تاع الملح لافاني، وزدت 3 مغارف تاع سكر غلاس، يعني السكر الناعم. درت 3 مغارف كبار معمرين لانه هاد الحلوه معسله ما يسحقش نديروا بزاف تاع السكر. فوالا نخلطوا هادو المواد الجافه مع بعض ونزيدوا كيله تاع السمن. فوالا انا كيلت الكيله ديالي تاع السمن كما راكم تشوفوا في الميزان، وانتوما الكيله اللي كيلتوا بها الفارينه تكيلوا بها السمن تاعكم، يعني بنفس الكيله. من بعد نبدا نبسس الفارينه ديالي بهذه الطريقه، نحكوها بين راحه الايدي فوالا بهذه الطريقه، نحكوها مليح. ما لازمش هاد العجينه تكون مبسه بزاف بزاف، يعني ما ضفتش السمن بزياده، لانه ماشي كيما الكعك المسكر ولا الكعك النقاش نضيفو هكذا شويه تاع السمن بزياده حتى يعني تفيض الكيله تاعنا. هذا لا لا، هذا الكيله سواسوا تاع السمن هكذا باش ما يروح لناش النقش تاعو، يعني كي يكون مبسس مليح رايحه النقش ديالو يروح لكم. فوالا نبداو نحكو فيه، يعني ندخلو كامل السمن تاعنا داخل الفارينه ونتحصلوا على هاد القوام. من بعد نلمو العجينه ديالنا بالمزهر والماء، نديرو رشات تاع المزهر كما راكم تشوفوا، يعني لحساب انا درت عينيه ميزاني، نتوما تقدروا ديرو حتى كيله تاع بين المزهر والماء، يعني منقص منه زوج اصبع، يعني ماشي كيله معمره ولا حبيتو يعني بالمقادير مضبوطه. بصح انا درت عينيه ميزاني حتى تتلم العجينه ديالي ما توليش يابسه، وما سحقوهاش ثاني طريه مليح، لازم تكون مليحه برك، ماشي يابسه ماشي طريه. فوالا نبدا نلم فيها، ما رانيش نعجن هنا البنات، نبدا نلم فيها غير نقلب ونعاود حتى تتلم فوالا وتولي بهذا القوام. بالنسبه للحشو البنات، عندي هنا كاوكاو، وانتم تقدروا ديروا اللوز. عندي كاوكاو البنات حمصته بيض، يعني ما حمصتوش حتى ولا اللون ديالو ذهبي، درته غير شويه برك ونحرك فيه على نار هاديه حتى يولي يعني يتحمص، وفي نفس الوقت يقعد هذيك اللون ديالو الابيض فوالا. من بعد ريحيته هنا في الروبو كما راكم تشوفوا، ونزيدوا زوج مغارف تاع السكر الناعم ولا 3،
يعني هذا المغرفه تاعي صغيره شويه، وانتم تقدروا ديروا ثلاث مغارف صغار كما تقدروا ديروا زوج مغارف كبار، ونخلطوا بالنفس يعني في الروبو. انا هذه هي طريقتي، وانتم تقدروا تخلطوا باليد عادي، يعني ماشي شرط الروبو، يعني غير ترحيوه وتبداو تخلطوه باليد. هنا راني نضيف بالتدريج المزهر حتى تتلم الحشوه ديالي. وهنا البنات نسيت ما قلت لكمش باللي زدت لاغوم تاع اللوز داخل الحشوه ديالي، ونبدا نرش هكذا بالمزهر حتى تتلم الحشوه تاعي كما راكم تشوفوا، يعني حتى تولي لنا طريه. فوالا، غير هادو ثلاثة المكونات اللي نديروها للحشو. بالنسبه للميزان البنات، انا وزنت العجينه ديالي 35 غرام، والحشوه ديالي وزنتها 10 غرامات هكذا باش نحشي الكريات التوعي تاع الحلوه. هنا حليت العجين ديالي بهذه الطريقه، ونحط الحشوه تاعي الداخل، ونبدا نغلق مليح مليح. هذه النقطه بزاف مهمه ثاني البنات، لازم نغلقوها مليح 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 حتى تولي لنا كريه ملساء، تجيكم هكذا شابه ماشي مشقه. هذوك الشقوق كامل نغلقوهم في نفس الوقت ندوروها حتى تولي لنا ملساء بهذه الطريقه. من بعد البنات ناخذ مربعات تاع ورق الطهي اللي هو بابي كويسون، نقطعوه هكذا مربعات ونحطوه كل حبه فوق البابي كويسون تاعنا، باش هكذا كي نبداو نقشوا البنات رايحه نهزوها بالبابي كويسون، يعني ما نقدروش نرفدوها الحبه تاعنا تاع الحلوه، سينو رايحه تفسد معاكم. لازم بالبابي كويسون حتى تيبس تماما. فوالا، كما راكم تشوفوا كملت كامل الكريات ديالي بهذه الطريقه، وهادو اللقطات كامل شفتوهم في تحضيراتي للختان وليدي. وانا كنت ندايره هادو الكريات كامل كما راكم تشوفوا في البابي كويسون هكذا مربعات. وهنا سلفتي راهي تنقش كما راكم تشوفوا، النقاش البنات تاع الشهده يكون سبيسيال، يعني يكون على شكل بنس، يعني لا بنس تاع الشهده، يتباعوا في المحلات وين يبيعوا الحلويات، تجيكم بهذه الطريقه هكذا، ماشي النقاش تاع الكعك النقاش، هذه تشبه لا بنس. فوالا، من بعد نبداو نقشو من تحت حتى الفوق، يعني من تحت نبداو نقشو ساير داير على الحبة، من بعد نبداو نطلعو حتى نخلصو الدائرة الثانية، ونبداو نطلعو حتى نوصلو للفوق خلاص. فوالا، يعني بهذه الطريقة، وانتو ما راكم تشوفو في الفيديو رايحة تفهمو أكثر. شوفوا البنات كما قلت لكم لازم البابي كويسون باش نقدروا نهزوها، كي تخلصوا النقش تاعها ما تقدروش يعني تمسوها، سينو راح تخسروا كامل النقش ديالو، لازم البابي كويسون باش تقدروا تهزوها. فوالا، بهذه الطريقة نكملوا حتى الفوق هكذا بهذه الطريقة، يعني هاد لابيس كما قلت لكم راح تلقاوها في المحلات وين يبيعوا لوازم الحلويات، راح تلقاو هاد لابيس. فوالا، هذا هي طريقة النقش تاع الشهدة تاعنا، يعني نبداو نطلعوا حتى يعني نخلصوا الحبة ديالنا حتى من الفوق كما راكم تشوفوا، تجيكم على شكل وريدة بزاف بزاف شابة، يعني حلوة راقية ما شاء الله. في نفس الوقت نعاودوا هكذا نطبعوا هذوك النقش تاعنا باش يجيونا شابين. فوالا، بهذه الطريقه شوفوا كيفاش جات ما شاء الله، يعني كملنا كامل الحبيبات تاعنا تاع الحلوه الشهده، يعني تجيكم ما شاء الله بزاف شابه، يعني تاخذ لكم شويه وقت في النقش بصح تتحصلوا على واحد الحلوه مذاقا وشكلا. فوالا، كما راكم تشوفوا كملنا كامل الحبيبات تاعنا بهذه الطريقه حتى خلصناهم كامل. شوفوا البنات هنا كما راكم تشوفوا نحينا البابي كويسون بعد ما يبسوا، يعني هاد الحلوه البنات ما رايحاش نطيبوها مباشره، نخلوها حوالي ولا حبيتوا ليله كامله تخلوها حتى تيبس معكم باش تطيبوها، ولا مزروبين تقدروا تخلوها اموا زوج ولا ثلاث سوايع حتى تيبس معكم باش تقدروا تهزوها وتقدروا تطيبوها، وهذاك النقش رايح يكون يعني يقعد النقش تاعكم ما رايحاش يروح لكم، لانه لو كان طيبوها مباشره النقش ديالو راح يروح لكم كامل، لازم نخلوها اموا زوج سوايع ولا ثلاثه، من الاحسن تخلوها ليله كامله خير، ديروها لافي وغدوه من داك طيبوها.
فوالا هذه هي الحلوة تاعنا من بعد ما طبت لي البنات. طيبتها يعني باللون الذهبي هكذا كما راكم تشوفوا، وعسلناها المرة الأولى. من بعد ما عسلناها وهي سخونة، لازم تكون سخونة مباشرة العسل، من بعد كي نقدموها البنات للضيوف نعاودوا نعسلوها باش تقعد لكم هذه يعني لابريونس هذيك تقعد لكم هكذا شابه وتولي يعني تبريه. يعني هذه هي الحلوه ديالي البنات، ان شاء الله تعجبكم، ان شاء الله تجربوها وتردوا لي بالخبر حبيبتي الغاليات. فوالا البنات، هذا هو الفيديو اللي نهار اليوم، هذه هي وصفتنا اللي حوستوا عليها واللي طلبتوها مني، ان شاء الله تنال رضاكم وتعجبكم. ما بقى لي غير نقول لكم حبيبتي ولا عجبكم الفيديو اللي نهار اليوم بارطاجيوها مع الاحباب والاصدقاء، وما تنسونيش في لايكاتكم تعليقاتكم الرائعه اللي نموت عليها. والى الملتقى مع فيديوهات وحد اخرين ان شاء الله. سلام.